إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. سوبربان 16 طبعا سيارتي الخاصة، يا دوب ممكن كملت 100,000 وشوية. هذا ممشاها، الله يعطينا الخير فيك شرها. السيارة على يدي ما شاء الله تبارك الله، وهي جديد صحيح انه 2016 وماشي 100,000، لكن اغلب واقف، واذا تحرك تحرك يغلبه استخدام غير طبيعي، يعني يا طلعات مرتفعات او جبال او دعسات او ايا كان، يعني وقوفه كثير، واذا استخدم يستخدم بشكل ممكن اكثر من الطبيعي. على العموم طلعت ابها والله يمكن قبل 3 ايام ورجعت امس او قبل 4 ايام، وبشكل كذا سبحان الله انا من الناس اللي دائما احب يعني اي شيء غريب، خاصه اللي مهتم في بعض الامور تلاقي دائما يركز على بعض الامور اللي هو مهتم فيها زي السيارات، تلاقيه بعض المهتم في سيارات واشياء اللي يخص سيارات. فكنت في حديقة الضباب سبحان الله، وأنا نازل أو راجع السيارة لقيت في أثر تهريب لون أحمر، بس بصراحة يعني كان غريب، وكان زي لون الكاتشب يعني أحمر مايل للبرتقالي. طيب ما عندي هنا شيء في اللون الأحمر غير نظام التبريد اللي هو الموير ديتر وزيت الكير، زيت الكير ما عندي في أي تهريب. فنظرة كذا على السريع لاحظت فيه زي ما تلاحظون، طبعا اتركه التهريب اللي اسفل، التهريب هذا اسفل عشان الغاء طبه الراديتر حقه التبريد الزيت الجير وفي ترشيح ما عليه منه. لكن لاحظ هنا اللي هنا فيه زي المويه او فيه زي اللمعه، شككني في الوضع. فلما جيت المس المويه اتلمس واشم الريحه طلع عندي تهريب في موير ديتر من الطبة جهة اليمنى. فايش يسوي؟ طبعا دائرة نظام التبريد مضغوط وضغط، يفتح على نظام بعد هواء او بعد ضغط 15، فكل ما اخذت مشوار اللي حطوا المويه نقص الى حتى اللي في قربة المويه كله راح. فما دام كانت الدائرة مضغوطة كل ما كان التهريب واضح. فاضطريت عندي غطاء ثاني كان قديم ما حبيت ارميه، شلت منه البلف حق الغطاء، هذا الغطاء حق اللي عليه الاصلي الجديد من الاول خرب، في بلف يجي للغطاء عشان يفتح على ضغط معين. فاضطريت انه عشان امشي او امشي حالي فيه عشان اخلص المشوار اللي انا فيه او المهمه وارجع اشوف شو المشكله. فقفلت الغطاء او القربه بهذا الشكل بدون البلف حق الغطاء، وما شاء الله تبارك الله بعد ما عبيت وكان القربة الموية أعلى من الخط حق المستوى اللي هو الفل، اللي نقص منه ممكن حدود يا دوب ممكن حتى 50 ملي ما نقص. ليش؟ لأن صارت الدائرة عندي مفتوحة من عند الرقبة، فصار ما في ضغط. فأنا استخدامي كان كله يعني داخل السودة وداخل الأبهة، ما كان في ضغط غير طبيعي، فعشان كذا الغطاء هذا أعطاني حل اللي انا كملت المشوار وصار ما عندي اي تهريب الا ممكن شيء بسيط غير ملحوظ. فرجعت امس اقفل عشان بس ابين للناس، فقفلت الغطاء هذا اخذت فيه مشوار رجيت الا والله ما شفتك الله باقي المشكله ما زالت. فلاحظوا عندي هنا حتى اثار مويه اسفل، اثار مويه اسفل. الترشيح هذا الغبار القديم ما عليك منه، هذا حق زيت الجير لان انا ملغي طبه، لكن لاحظوا عندي هنا اثار المويه واثار البلل هنا. طيب المشكله انا لاحظت انه في طبه الكبس حق الطبه في كان عليه اثر بلل مويه، هذا كان في ابها. الحين لما فكيت او جربت امس ما كان في ضغط، لكن الضغط يبدو لي انه كان من الراديتر بس من الداخل. طبعا الراديتر ممكن قد تحرك اكثر من 2 3 4 بحكم انه دائما اطبق اغير افك واركب، والسيارة دي اشبه ببعض التجارب كان في البدايات في التطبيق.
فأقول ممكن سبحان الله الراديتر مع الفك والتركيب تأثر الطبة تحتاج إلى كبس. فأنا الآن ما عندي مشكلة فيها، الآن أنا جالس عشان أبحث للتحري، فراح أفك إن شاء الله قربة الهواء وراح أميل الراديتر ونشوف إيش الإشكالية في التهريب. برضه راح أفك قربة البطانة العلوية. طبعا سبحان الله أنا بالعادة سواء سيارتي ولا غير سيارتي أيا كان مشكلة ميكانيكية ولا كهربائية ولا أيا كان بالعادة أحب أفحص. فلما أفحص سبحان الله برضه السيارة لسه ما كملت حتى 100,000، جيت أفحص سبحان الله طلع لي كود في الكنترول المحرك، مع إن السيارة أنا مهتم فيها وحتى منظومة البنزين أحط لها كل، طبعا والله مو هذا الانتظام يعني بعض الحين 30 إلى 20، بعض الحين يعني ممكن تعدى 30 أو أكثر من 20 اللي حطوا المحلول حق البنزين. لكن سبحان الله تفاجأت إنه الحين لما أفحص كمبيوتر طلع لي عندي طبعا السيارة 2016 ماشي 103 أو 100,000 و300 كيلو، ولاحظت إنه عندي هنا كود يتكلم على فرمة البنزين فيها ضعف. للأسف السيارة لسه أغلبها واقفة ومعها الصيانة دي كلها، وبرضه الطرمبة ودعت على 100. إيش الأسباب؟ يعني حين يكون أنت مهتم في الصيانة لكن يكون الأسباب فيها شيء ثاني، حين يكون أوساخ في المحطات أو بعض المحطات البنزين، لما يتكون الأوساخ في الفلتر يتلف طرمبة البنزين. مع عندنا برضه حتى البنزين والبنزين ما عمري خليه يقل عن الربع، دائما أكثر من الربع، وفي سفرياتي دائما أيا كان نوع السفرية فل حتى التجارب. فكانت أنا برضه أحد ضحايا طرمبة البنزين، وكانت طرمبة البنزين هذه راح إن شاء الله لها أسوي لها فيلم آخر غير المقطع هذا، لأنه الآن مسوي تفليتة البنزين الآن عندي فوق النص أو ممكن حتى قرابة الفل، فما أقدر نزل التانك يبالي تفريغ. لكن راح أخلص البنزين وراح إن شاء الله ننزل عليها مقطع، وبحاول أشوف حل للفلتر حق طرمبة البنزين، بخليه خارجي وأسوي لها ترهيم لطرمبة البنزين عشان لتجنب مثل الظروف. يعني كل 100,000 تضرب عليك طرمبة وتنزل التانكي مشوار. فما علينا من طرمبة البنزين، لا راح إن شاء الله بس فك البطانة العلوية، فك قربة الهواء، وبنشوف أول شيء مبدئيا وين مكان التهريب، وبعدها راح نفك. وإذا كان التهريب من طبة راديتر اليمين واليسار أيا كان نوعها، فراح أنا أشيل جميع المبردات. طبعا أنا ملغيها، أنا ملغيها، لكن مدام أني ملغيها وراح أفك طبة الراديتر، فأنا راح ألغيها نهائيا عشان أستفيد من كمية الحجم الباقي بعد التفريغ من الطبة. طبعا راح نشيل ذلك الكلفسات، راح أفتفر لجميع الكلفسات اللي عندي هنا، بنفتح هذا هذه الكلبسات. وراح نكمل على بقية الكلبسات. فكينا البطانة العلوية، راح أفك برضو الآن مسمار التثبيت حق الراديتر اللي عندي هنا. هنا عندي واحد، الثاني واحد. برضو راح اطلع قربة الهواء عشان برضو يعطيني اريحية لحركة الراديتر. راح افك تثبيت المراوح، مسمار عندي هنا 10، بينك 10، وعندي الافياش حقة المراوح. راح افك 2 منهم، اول 2، ونطلع الهوز هذا، ونطلع المراوح. هذا المراوح، هذا التثبيت حق بواصير زيت الجير، وهذا حق بواصورة هذه تثبيت مواصير زيت المحرك، هذه تثبيت بواصورة الجير اليمين، هذا تثبيت بواصورة الجير اليسار، وهذه هنا أفياش دينامو المراوح، هذه تثبيت الضفيرة، تثبيت برضو ليات حقة الموية راديتر السفلي. لاحظوا اثار المويه، لسه ما فكت شيء.
هذه أثار المويه. راح نفك الديكور هذا حق اللي يربط ما بين الراديتر المكيف والراديتر المحرك. في عندي هنا زي الكليبس هذه هنا، رفع اللسان بأعلى، طلعنا الديكور اللي يربط ما بين الراديتر المكيف والمحرك هذا عندي هنا. الآن عندي هنا مسمار أسفل اللي هو يثبت يربط له تثبيت الراديتر المكيف مع المحرك. فكيت المسمار اللي يربط المكيف مواصير المكيف مع الراديتر رقم 10. فكيت الهوز العلوي وفكينا الهوز السفلي. الآن طلع شغل الراديتر برا. طبعا هذا الراديتر عندي هنا، التهريب يبدو لي من هنا، لاحظوا اللمعة، هذا من الخلف أو من الأمام وهو راكب على السيارة. هنا ما في شيء، جاف. التهريب عندي هنا، لاحظوا الراديتر من أسفل ما في شيء. لكن عشان ما أحكم علي أنا بالنظر، راح نسوي الفحص عن طريق الضغط عن حق الراديترات، وأرجع بعدها أنا بطبق. إذا كان هذا غير مكسور راح أفرغ لجوه، إذا كان هذا مكسور راح نغير طبة صينية وراح برضه أسوي تنظيف، لأن هذا الآن يدخل الغبار ما بين الراديتر المحرك والمكيف. فبعض السيارات تلقاه من كثر الأوساخ اللي بينها صار ما عاد فيه تنفيس للهواء وسحبية الهواء فترتفع حرارة. فبدأ منك فاك فاك سوى تنظيف التهريب من الكبس اللي عندي هنا. يعني راح الآن أفك الكبس اللي هنا في الجهة الثانية، وراح الآن أطلع المبرد بالكامل وبلغيه نهائيا، واستفيد من الحجم المتبقي في الطبة هذه، وراح نحط سيليكون جديد بعد التنظيف ونكبس من جديد. طبعا هذه بزراديل الكبس تفك للأسفل. فكينا الطبة، لاحظوا ايش لقينا، هذا القطعة زي الكلبس، وعندي هنا الجلدة حقت البلف حق القديم يتقطع لكن ما دخل في المجاري. لاحظ هذه هنا على وشك كده تدخل، سبحان الله. ايضا هذه عندي هنا، العمر راح الان نفك. طبعا هذه كلها الان حليناها في الجهه الثانيه، وحاولت انه ما يتقطع عندي الوجه. الوجه هذا راح استخدمه برضه مره ثانيه مع السيليكون. هذا الوجه حق الطبه، وهذا عندي الطبه. هذا المبرد حق ريت الجير اللي يجي في اليسار. هذا المبرد لما ينشعر، طبعا لاحظ الحجم حقه، هذا يتسخن ويتبرد عن طريق موية راديتر. الموية تجي من هنا، فالمبرد هذا احيانا ينشعر زي ما صار في الدنيال المقطع الاخير اللي خلط فيه المبرد الثاني حق زيت المحرك. طبعا هذا زيت المحرك وهذا زيت الجير. انا الان هذه كل ما احتاجها، لان انا الان مركب مبردات خارجيه، مبرد لزيت الجير مبرد لزيت الماكينة. الحين راح افك المبرد، طبعا تثبيته عن طريق المسامير حق الزيت حق المواسير. راح افكها واقص المبرد بالكامل عشان استفيد من المبرد الطبة في التبريد. هذا المواسير او المسامير حق المواسير فكيناها من المبرد. هذا عندي الان المبرد اللي في الطبة واللي دائما يسبب خلق في زيت القلب. الان هذا كل ما احتاجه، راح بس اقص القاعده هذه عشان السنون حقت شد
المواسير هذه. الحين هذا عندي مبرد الحراري حق زيت الجير، فيجي صغير طبعا، نفس الفيجي أصغر، الطب أصغر، الجلد حق المواسير أو المسامير، جلد حق المبرد كلها لو فكيناها. هذا عندنا مبرد الزيت المحرك يجي أكبر، الطبة تيجي أكبر من طبة الزيت الجير، تيجي أعرض. هذا الوجه حقها، هذا المسامير حق المواسير، هذا الجلد. فكيت الجلد ليش؟ عشان راح إن شاء الله نقفل السرة من هنا جميع المسامير، وأقص المبرد وأشيل القاعدة حقت المسامير اللي شد فيها. راح أشيل القاعدة هذه والقاعدة هذه والقاعدة هذه والقاعدة هذه، وبرضه أسوي لها لحام حق الرديترات من الداخل، ونحكم بعون الله التهريب. أيضا حتى الإحكام هذا يكفي، الإحكام هذا يكفي. الحين هذه كلها إن شاء الله بلغيها خلاص، ما عاد أحتاج أركبها نهائيا. جبت لي مسامير مع صامولة بهذا الشكل، مسامير مع صامولة، حط لها بسيليكون بسيط من هنا، سيليكون في المسننات، وراح أركبهم بدون الحاجة للطبات نهائيا، وأستفيد من الحيز كامل مفرغ من المبردات. هذا ما شاء الله خلصنا طبة الجير أو طبة رديتر الجير أو مبرد الجير. بس بخليه ينشف، بخليه ينشف. وهذا عندي طبة الرديتر المحرك، مبرد زيت المحرك. حركة أسهل أفضل وآمن، كلها الوردة أو الورد مع المسامير. طبعا أربع مسامير، أربع صواميل، ثمان ورد، كلها ما تعدى 20 ريال. سيليكون الغراء حق تويوتا اللي بستخدمه للطب هنا مع الجلد، استخدمت هنا. بخليه ينشف وبعون الله نطبق بكرة. العموم هذا انا عندي راديتر حق الوكالة، بعد ما عدلت والغيت المبردات الحرارية او المائية عن طريق طبة راديتر اللي هو هذا زيت المحرك. هذا عندي او عفوا هذا تبريد زيت المحرك، وهذا زيت الجير. طبعا الطبة هذه اصغر للجير، والطبة هذه اكبر لل المحرك، بس المبرد او الرديتر مبلوب لان هذا القواعد وهذه العلوية. فسبحان الله وانا اطبق زي كذا فخطرت في بالي الفكرة، وكنت والله من اول هي على بالي، بس انه قلت السيارة لسه جديدة، الرديتر حق نظيف ما في اي مشكلة، فكان على بالي اول انه اخذ رديتر تفصيلي على مزاجي بمواصفات معينة، اللي هو الهدف انه يكون حجم الرديتر اكبر اعرض، وبرضه بنفس الوقت يكون بدون التبريد عن طريق الطبة. لكن ما حبيت انه افك شيء باقي جديد. لكن يوم جيت ركبت الطبة وفكيت الرديتر، جلست ابحث في المواقع واسأل، فلقيت لي احد المصانع اللي تصنع الرديترات، وفيه سبحان الله رديتر يجيك جاهز بحجم أكبر ولكنه بنفس نظام الوكالة، يعني العرض حق رديتر اللي هنا دبل حق الوكالة. اللي عندي هنا راستين أو اثنين مجاري للموية في كل الشرايح هذه، يجيك اثنين مجاري لحركة الموية. اللي موجود عندهم أربعة، يعني دبل الخطين اللي عندي هنا، يعني أربع مجاري في كل ماسورة أو في كل مجرى، لكن بنفس نظام الوكالة، يعني طبة بلاستيكية
فيها مبرد لزيت الجير ومبرد لزيت المحرك. فقلت لهم طيب انا الريتر جاهز يكون مفرغ من الطبات؟ قال لا، احنا نسويها جاهزه او نجهزها عشان تلغي الطبه، انت لا جاك فك. فما حبيت افك الريتر جديد زي كذا. فقلت لهم طيب اقدر افصل او اسوي ريتر جديد يكون الطبه عندي هنا حديد او المنيوم وبرضه بدون المبردات حقت زيت المحرك؟ قال تقدر. طبعا اللي جاهز بنفس نظام الوكاله وحجم اكبر، طبعا في المحلات بعضهم من 550 الى 600، في المواقع 600، وحتى اعتقد عليها ضمان والله من كم الفتره. فقلت له لا خلاص ابغى افصل التفصيل. فالتفصيل والله كلفني عن طريقهم وبعد يعني حوار 1300 ففصلوا لي رديتر حجمه اكبر، اربع مجاري لكل مجرى او لكل خط في اربع مجرى، يعني السمك الرديتر بهذا العرض مرتين. الطبات الجانبية المنيوم اعتقد، يعني ما هي بلاستيكية قابلة للكسر. ولو جيت بعدين تبغى تسوي لها صيانة تقدر تسوي لها صيانة، تفكها عن طريق التسخين والتلحيم زي منظومة حقت الرديترات او حقت ثلاجة المكيف، يعني اللحم حقها. وبنفس الوقت اللي حطوا لي اياها الطبة بدون المبردات الداخلية، يعني استفدت من حجم الموية وكمية الموية، او راح استفيد من كميه المويه اللي موجوده في داخل الطبه بعد تفريغ المبردات. بنفس الوقت بيكون عندي لان هنا حجم المويه اضعاف. طبعا الرديتر اللي جاني هذا هو من شركه انوار المدينه، من شركه انوار المدينه لتصنيع الرديترات. هذا اعتقد الرقم، وهذا اسم الشركه، ولا حتى موقع في التيك توك وفي الانستغرام والمواصل التواصل الاجتماعي. تكتب بس مصنع الرديترات الانوار المدينه او انوار المدينه، نعم، لتصنيع الرديترات. فالحين راح نشوف مع بعض الحجم والفروقات ما بين هذا وهذا. طبعا هذا حق الوكاله، وحسب علمي انه سماكه العرض حقت الرديتر هنا 26 ملي. هذا الرديتر الجديد، هذا الرديتر الجديد المفصل تفصيل، طبة المانيوم بدل طبة البلاستيكية بنفس الحجم ولكنها مفرغة. نفس التفريغ الآن اللي أنا فرغتها هناك مفرغة، هنا برضو مفرغة لكنها طبة المانيوم قابلة للتغيير. أيضا الميزة فيها أنه يعني ما تركمش لو صار فيها ضغط او مشكله انكماش داخل الطبه. لاحظوا عندي هنا العرض ضعف مرتين الحجم اللي عندي هنا. هذا حق الوكاله، هذا حق المفصل. هذا القواعد، هذا القواعد، وهذا عندي التنفيس حق الهواء العلوي اللي في الزاوية هناك بنفس الفكرة. وعندي هنا اللي هو طبعا حاطينها للأسف مصعبين المكان حق التفريغ الموية، حاطينها جهة اليمين وصعب جدا الواحد يفرغها ورديتها في مكانه. أنا طلبت منهم يخلوها لي في الجهة الأمامية عشان أقدر أفرغ أو أقدر أفرغ الموية من الجهة الأمامية من الرديتر، يعني بدون أي صعوبات. هذا عند القواعد حقة المراوح، هذا عند القواعد حقة المراوح، نفس القواعد اللي عندي هنا البلاستيكية. وفي برضو قواعد خلفية للرديتر المكيف. فبحكم أنه مصنع تصنيع فلاحظت أنه فيه أثار بوية جديد زي كذا، فحاول أنه نظف الرديتر قبل اركب، يعني اشيل منه بعض البراده او الاشياء اللي زي الغبار من اثار البويون او التصنيع. وراح برضو نقيس كميه المويه اللي عندي هنا بعد التفريغ هذا. طبعا هذا ياخذ حدود 7 لتر اعتقد، اللي هنا ممكن ياخذ الان
حدود 14 لتر، يعني ضعف الراديتر اللي عندي. احنا بنشوف ده مع بعض. راح اعبي باللتر هنا وارجع راح اعبي باللتر هنا. الراديتر حق الوكالة اخذ مني 3 لتر، هذا عندي باللتر، لهبوا باللتر 200 400 600 800 1000، اخذ مني 3.5 لتر. هذا عندي الان فل. يعني حجم الان المويه اللي في الطبه او في الراديتر حق الوكاله وبعد التفريغ 3.5 لتر. الحين بنشوف مع بعض كم ياخذ معنا هنا. تم التعبئه لين ما طلع المويه من هنا، طلع المويه من هنا، اخذ مني 6 لتر و300 ملي، او اقول 350 ملي، لانه عندي هنا 200 4 600 واصل عدد شوي، يعني اقول 650 ملي اللي باقي عندي مويه هنا، يعني اخذ مني 350 ملي من غير 6 لتر الاولى. يعني نقول الفرق حدود الان ما بين هذا وهذا، هذا اخذ مني 3.5 لتر، هذا اقول الان 6.5 لتر، يعني الفرق 3 لتر عن السابق، فرق 3 لتر عن السابق. العموم راح اسوي تنظيف، لانه لاحظوا عندي هنا في كذا زي الوصاخ حقت التصنيع، لكن صراحة أنا أفضل بشكل أرتب أو مرتب أفضل، إنه الراديتر هذا حجمه أكبر على تركيب طبة بلاستيكية من ناحية الشكل أفضل، من ناحية العملية ممكن هذه أفضل بحكم عمره أكبر، لكنه من ناحية التركيبة يعني شوي ما هي نفس الترتيب الشكل الجمالي زي حقة المصنع، لكن أنا أشوف برضه من ناحية السعر من ناحية الأفضلية التركيب اللي يجيك مبرد جاهز بهذا الحجم الكبير من نفس المصنع ما شاء الله تبارك الله، و بطبل بلاستيكية تقدر تفرغها وترجعها مرة ثانية بشكل أفضل، ما عندك أي إشكالية عند واحد متخصص، أو برضه حتى لو تطلبها ممكن تطلبها لك ويسوي لك إياها تفصيل بالطبل بلاستيكية أفضل من أنا أتكلم من ناحية الشكل، لكن من ناحية العملية ممكن يكون هذا أفضل. العموم الآن راح نسوي تنظيف للراديتر من الموية هذا الآن، وراح نركبه إن شاء الله ونشوف. ركبنا لكن للأسف ما ركب معي إلا بالعافية وبالقوة. ليش؟ لأنه حجمه أكبر. أيضا قياسات الطبات للأسف في الزوايا شوي ما هي نفس المقاسات اللي يجيك هنا انسيابية، أو قول أنها على شكل دائري تكون في مجال على نسبة القوس اللي عندي هنا، فاضطريت أنه حتى برضو التركيب هنا شوي كان في صعوبة، لكن قدرت أركب الراديتر المكيف مع الراديتر. لكنه ايش الاشكاليه؟ ما ركب معي الا بعد ما شلت في هنا زي القاعده بلاستيكيه، شلتها اللي تمسك ما بين الراديتر المحرك والمكيف، لكن بلاستيكيه ما منها اي ضرر. فاضطريت برضو الزاويه هذه هنا حديد زي الصاج، هذه هنا زي البرواز رايح لايد هناك، فاضطريت انه لاحظوا اضرب الصاج عشان اعطي مجال الصاج هذا اللي هنا، الصاج اللي هنا جاي تحت الطبه هذه، الطبه هذه لانها زايده شوي فكان معترضه على الخط هذا، فاضطريت اني اعدل الصاج اللي هنا عشان تعطيني مسافه للطبه هذه. ايضا برضو من باب الاحتياط حطيت جلد تحت الطبه عشان تمنع الاحتكاك، لانه لو صار في احتكاك راح يضرب معي الراديتر، فاضطريت حتى تحت جلده عشان نحمي الطبه من احتكاكها في
البرواز اللي عندي هنا نفس الشيء برضه هنا، لاحظوا عدلت على الصاج وحطيت قطعة بلاستيك أو جلدة قوية عشان تحميلي من حافة البرواز اللي عندي هنا. طبعا بصراحة أيضا حتى اللي تلاحظون اللي جاني حجم الهوز الماسورة حقت الهوز أكبر، فعشان كده لاحظوا عندي هنا الدفيز ما رجع له ممكن سنة واحدة أو سنتين، كان هو على القفلة للنهاية وعلى حقة الوكالة كانت تيجي أصغر شوي، فلما فك القفلة هذه يرجع أقل شيء ممكن أكثر من كذا، فهذه لأنها أكبر فأساسا ما دخل معي الهوز إلا بالعافية، لما فكيت القفيز فك القفيز يعني بشكل أقوى، ممكن تقول هذا صالح القفيز يقول أشد أقوى، لكنه الكلام زبدة الكلام إنه الماسورة جت أكبر من حجم الماسورة حقت الوكالة اللي هو على الخرطوش حق الوكالة. العمود تم التركيب وجاهز إن شاء الله، لا نركب عليه اللي هو المروحة، ولا أدري إذا المروحة تركب معها بسهولة ولا تركب بتعديل. تم تركيب الهوزات، تركيب الليات السفلية وقواعد حقت الليات، زيت المحرك وزيت الجير زي كذا، اللبسات هذه تم تركيبها على المصير. تم تركيب برضه المسامير حق المروحة، لكن والله ما ركبت معي الا بالعافية. تثبيت مجموعة المروحة برضه شوية صعوبة عشان اركبها، برضه ثبت المسامير المواسير، ركب الهوز اللي عندي هنا السفلي مال كفيس، كان عندي ان شاء الله كل شيء جاهز، بس راح اركب قربة الهواء ونعبي موية ان شاء الله اعتبر التهريب، اذا ما في تهريب بعدها بنشوف التبريد. طبعا الراديتر الاكبر راح يكون لابد تضحي من البطانه اللي هنا، البطانه مجرد بطانه بس فقط كديكور تغطي الثغره اللي هنا، لكن الان البطانه الكبيره اللي بوضعها هنا راح تغطي على الثغره هذه، لكن البطانه السفليه والعلويه اللي هنا حق الراديتر المكيف اللي هذه على الراديتر الكبير ما راح تركب، لانها اساسا هي مسنترة على الراديتر المحرك الصغير وهذا رايح على الراديتر المكيف. تم تركيب قربة الهواء، لاحظوا ما شاء الله تبارك الله من كبر الراديتر صار المسافة بين القربة وبين المروحة شيء لا يذكر، يعني صارت جمعت المروحة متقدمة، لكن ما في إشكالية أساسا على المروحة هي بعيدة كل البعد، لكن القربة يعني ما هي زي أول فيها المسافة. لو ركبنا قربة الهواء أيضا قربة الهواء المسامير اللي هنا، اللي التنفيس اللي هنا الماسورة ما عاد تجي وما جت في القفيز حق الوكالة صار رخي، فاضطريت اركب لها قفيز حق المبردات. الله يرحم العظيم وين شاء الله. حطيت الأربعة جالون كاملة، القربة تعبت شوي زيادة، لكن أول ما يفتح البلف ويتحرك الموية في ثلاجة المكيف الحار والبارد أو الأمامية الخلفية حق الحار راح تنقص، لازم يكون الموية على كلمة فل أو ماكس أو بالمؤشر هذا، فلا مسحنا الأكواد عشان فكر لك حساس الهواء، وعشان اشتغلت أكثر من مرة بدون الموية فطلع لك الأكواد تخص له حساس الحرارة، فمسحت الأكواد وشغلت، فلا بس على بال ما أجمع الأغراض اللي عندي في مكان الشغل على بال ما يفتح البلف على 71 تشتغل المراوح، راح الآن أخليه بس كذا استخدم في الوقوف بدون مكيف عشان عملية إنه المروحة السرعة الأولى بعدين برمج، أنا طبعاً برمج المراوح على أعتقد 84 وتفصل على 80، فأبغاها بس إنه يفتح البلف وينتشر الموية في جميع منظومة التبريد وبعدها راح نشوف التبريد مع المكيف.
مع الراديتر هذا الالمنيوم الطبه للاسف، مع انه القفيز قوي ومع ذلك صار عندي تهريب، فاضطريت اني اركب عليه قفيز الماني شد عن طريق المفك وليس جد تلقائي حق الوكاله، جد تلقائي. فبرضه من سلبيات انك لازم تركب قفزان، لانه حق الوكاله الطبه تركب عليها بالملي او تمام وما صار في اي تهريب، لكن الطبات هذه لحد الان عند المجرى العلوي ذا اضطريت اني اغير القفيز، واخذت واحد ثاني احتياط عشان السفلي لو الان صار في تهريب راح اركب قفيز، لانه حقت الوكاله التلقائي للاسف ما تؤدي الغرض. طبعا من خلال التجربه للاسف هذا رديتر كبير اكبر من حق الوكاله، لكن لما ركبته طلعت فيه جبل طلان. سبق انا طلعت جبل طلان بالمبرد حق الوكاله رديتر مع رديتر مبرد الزيت المحرك والجير، وما عمري ارتفعت حراره الجير اكثر من 95 والمحرك ما تعدت النص. لما ركبته هذا اخذ حيز اكبر، مويه كميه اكبر، لكن للاسف طبعا في الاستخدام العادي لا يعلى عليه، لكن مشكلته ان تبريده صعب، اذا سخن الملوحه حقت الوكاله ما تلحق. ليش؟ لانه المويه والحجم اكبر، فصار كان انا مركب عندي هنا اثنين رديتر من هذا، فكبر الحجم العرض سبب لي ضعف في تبريد سحبيه الهواء من مبرد الجير. فاول مره تصل عندي حراره الجير 120 في شط جبل طلان وانا مركب مبرد، على هذا ما وصلها، مع هذا وصلها، حتى حراره المحرك ارتفعت الشرطه فوق النص، ويعتبر شرطه فوق النص طبيعي، لكن على المبرد حق الوكاله هذا ومع بلف النيسان ومع البرمجه ما قد توصلها، لكن مع هذا للاسف وصلها. ليش؟ لانه صار العرض اكبر، فصار كاني مركب اثنين رديترات، فصار فيه ضعف تبريد، مع انه كميه المويه اكبر، لكن صار الملوحه ما هي ملحقه. فيبقى اللي يركب مبرد اكبر او رديتر اكبر يحتاج الى تركيب مروحه اضافيه خارجيه. فانا مع هذا رديتر حق الوكاله مع البلف النيسان ما احتاج لاي مروحه اضافيه. فعشان كذا للاسف التجربه هذه عندي ما نجحت، مع اني ماخذه ب 1400 وشوي او 1450، لكن للامانه والله ما استفدت منه. طبعا اخذته من شركه انوار، مركز انوار المدينه في هو مصنع مركز انوار المدينه في المدينه. فهذا ينفع ممكن للمراوح اللي فيها كلتش او اللي بركب مروحه اضافيه. فعن نفسي انا للاسف راح ارجع حق الوكاله. حق الوكاله هذا انا كان عندي فيه تهريب الجنب، بحكم انه كل مره افك الراديتر، فصار عندي هنا فيه تهريب، ففكيت طبه الراديتر، فرغت فيها البردات زي ما شفتم، ركبنا الان رجعنا كل شيء مكانه، بس الغينا نظام التبريد لزله الماكينه وزيت الجير. رجعنا حق الوكاله، ركبنا الافياش والأهواز، تثبيت المواصير حق زيت المحرك والجير في قاعدة حق البروحة، وكل شيء رجع زي ما كان، غطاء التهوية العلوية السفلي. وللأمانة يعني رغم أنه صغر الراديتر إلا أنه تبريده أفضل وأسهل وأسرع لراديتر المحرك وحتى للمكيف وحتى للبردات اللي انا مركبها اللي عندي هنا اثنين، واحد لل هذه الغزيات، واحده للمحرك زيت المحرك، والثاني الكبير اللي عندي هنا ورا 40000 وحده. فمع الراديتر هذا للاسف ضعف التبريد، مع الراديتر الوكاله تبريده احلى ما يكون ولا يحتاج الى مروحه اضافيه ولا شيء.